ابعد عني سليم، اتركني بحالي، ما بدي فش خلقي فيه. انا ما فهمت ليش معصب مني، اذا مولانا قرر هيك بدك تقنعني انه انت ما قلت له شيء لمولانا السلطان؟ لكن شلون قرر ياخذك على الغزوه وانا ضل قاعد هون بالقصر؟ انا ما قلت له شيء بيازي. لا تكذب، انت واحد جبان اصلا، السيف ما بتعرف تمسكه. اعتذر فورا احسن لك. ما بعتذر منك. عم اقول لك اعتذر، والا شو بتعمل؟ بتروح بتشكي علي مثل البنا؟ مولاي جلالة السلطان وأبي الغالي، وصلتني أخبار خطيرة من ولاية كوتاهيا تفيد للأسف بأن أخي الأمير بايزيد يعد العدة لخيانة لا تغتفر. فقد علمت بأنه ينوي عدم الامتثال لأوامركم في الانتقال إلى ولاية أماسيا والبقاء في كوتاهيا، والأخطر من ذلك أن أخي بدأ بحشد وتدريب الجنود، ويمكن أن يكون له غايتين، إما أن يتحرك نحو قاصدا قتله، أو أنه لا سمح الله ينوي التحرك باتجاه العاصمة في غفلة منكم، قاصدا تنحيتكم عن عرش الدولة العليا. وتحسبا لكل الاحتمالات أجد بأن انتقالي في هذا الوقت إلى قونيا ليس مناسبا يا مولاي، إذ أنني أخشى أن نتواجه إذا ما رصد حركتي وأنا في الطريق ليحصل ما لا تحمد عقباه. وأنا لا أبتغي سفك الدماء لأجل أي غاية، أنتظر قرار جلالتكم فيما يتوجب علي فعله. أقبل طرف ثوبكم الطاهر. ابنك الأمير سليم. تعال برا. العرش يا غفور، لا تمتحني بعقاب أولادي كمان هالمرة. يلي عم يعملوا الأمير بايزيد مو مقبول أبداً،
إذا ضل مصر وما تراجع أكيد مولانا السلطان ما رح يرحمه هالمرة. بتكون رسالتي وصلت لمولانا ما هيك؟ سوكولو محمد باشا بيكون وصلها بدون تأخير، وهالرسالة هي تأكد إنها رح تكون سهم يلي رح يحرق كل ورقه هالمرة. قرار مولانا حيكون لصالحي وهالشي متأكد منه، بس إمتى هذا القرار رح يتطبق وإمتى رح تتحرك القوات مو معروف، ولحتى يجي الوقت ما فينا نضل قاعدين عم نتفرج. بشو عم تفكر يا سمو الأمير؟ بأنه عسكرنا لازم يكون جاهز، الحرب على البواب والأمير بيزيد ممكن يهجم بأي لحظة، لازم يكون جاهز لأي احتمال. أكيد وصل خبر لمولانا أنك عم تجهز جيش، ولهيك أنا عم عجل يا فهد. قبل ما يتدخل مولانا بالموضوع لازم يكون حاسمه، بهالطريقة بقدر صفي بسرعة كل حساباتي مع سليم، وساعتها بقدر فهم الكل أنه حربي مع سليم مو مع مولانا السلطان. بس هالطريق رح يكون صعب وطويل سموك، وغير هيك هالطريق ما عاد فيه تراجع أبداً. بالأول اتدخلت أمي بيناتنا، بعدين شفعت له رحمتي، وهدول هلأ ماتوا يا فهد، خلاص ماتوا. الأمير سليم رح يدفع ثمن كل اللي سوا معي. الجيش اللي جمعناه ما رح يكفينا، رح نضطر إنه نساوي تحالفات. وأنا هيك كنت عم فكر، بعت خبر لوالي الأناضول أحمد باشا، والي كهرمان سولاك باشا، وكمان لوالي أضنى بيري باشا وطلوب الدعم. هدول كانوا يحبوا المرحوم أخي، وإن شاء الله رح يوقفوا معنا. الحكي وش لوش بيكون أحسن سموك، الرسائل لحالة ما بتنفع. بهي معك حق، أنا لازم أقابلهم شخصياً وأطلوب الدعم منهم. بعتلهم خبر يجوا لعندي. الأمير بيازيد ناوي يعمل تمرد علي وأنتوا ما معكم خبر، ما هيك؟ مولاي، برأيي ممكن يتأخر سمو الأمير بترك ولايته، بس أنه يجمع العسكر للتمرد فهذا احتمال مانو وارد. يمكن تكون معلومات سمو الأمير سليم مانا مزبوطة يا مولاي. بالعكس يا مولاي، لو ما كان سمو الأمير سليم متأكد من هيك موضوع خطير ما كان بيبعث لنا خبر، وبتعرفوا سمو الأمير بيازيد ما كان رضيان عن قرار النيل. بظن هاي ردة فعل واضحة. طلعوا لبرا. شو لقيت؟ كتير حلو هالخاتم، خليني ألبسه. لا أنا لقيته، ما في تاخدي. أنتوا لحالكم؟ ليش ما في حدا معكم؟ ما شاء الله عليكم، ما في شي مناكتينه. معقول يكون هو؟ مظبوط، هذا هو بذاته. انتو وين لقيتوه؟ لا تتركي السلطانات لحالهم. انتي شو عم تساوي هون؟ انا ما قلت لك ما بقى بدي اشوفك بغرفتي ابدا؟ شو مخبيه هون؟ مو انا يلي مخبيه يا نوربانو، من الاول كنت بعرف مين يلي اخده،
ورح تشرحي لسمو الأمير كيف أخذتيه. كأنه نسيتي حالك. الأمير رح تشتكي يا خانم. يلي قدامك سلطانة، هاتي الخاتم أحسن لك. الخاتم مو لإلك، هذا للمرحومة السلطانة هيام وبس. لنشوف سمو الأمير سليم شو رح يحكي وقت يعرف إنك سرقتي خاتم المرحومة من إيده وهي ميتة يا نوربانو. هاتي لهون واحترمي حالك نوربانو. شو عم بيصير؟ فخري يا خانم، سرقت الخاتم اللي هدتني يا سلطانة هي. حاشا سمو الأمير، خاتم المرحومة إلنا فترة مضيعينه ولقيته بين مجوهرات السلطانة نوربانو. كنت بدي أخده لعند سموك بس منعتني وأخدته مني. شو هالوقاحة يا فخرية؟ مين أنت لحتى تتهمي أم ولادي؟ هاي سلطانة ما أنا جارية بالحرم لك. بس يا سمو الأمير ولا حرف. غضن فراغ، خدع الزنزانة فورا. يلي بيفتري على السلطانة لازم يتعاقب بأسوة. سمو الأمير، الحكي هلأ ما بقى ينفعك، خدوها يلا. والله العظيم ما افتريت عليها بحرف واحد. سمو الأمير، قلت لك من زمان كان بدهم يخلصوا مني. بسيطة، كل شيء له نهاية. شلحي من ايدك. كيف أمي هدتك يا وهي ما كانت تطيك؟ لك أنت شو يا نوربانو؟ يا خسارة، أنا هموم الدنيا فوق راسي وشوفي حضرتك بشو مشغولة. ادعي لأولادك هالمرة، لولاهم ما تحلمي أني كنت رح سامحك. إذا كان الكلام اللي كاتبه الأمير سليم مظبوط فالعاصفة ما أنا بعيدة أبداً، وإن شاء الله ما يغضب مولانا ويطالع فرمان بموت سمو الأمير بيزيد. الله لا يقدر هالشي. وهلأ شو العمل يا باشا؟ كيف رح نتحرك؟ تحرك مو سهل يا سمير باشا، غلطة صغيرة بتروحنا بين الرجلين. مو طالع بإيدنا شي، لأنه كلامك عند مولانا ما له تأثير بهيك أمور ولا كلامي. سلطانة، بالإذن يا باشا. شو في رستم؟ قلت لي في موضوع ضروري بخصوص بيزيد. الأمير بيزيد لهلأ ما ترك ولايته، وقال بلش يجمع جيش. في ريحة عصيان بالموضوع، وبهالحالة أنت الوحيدة اللي ممكن تقدري تمتصي غضب مولانا. ما حدا غيرك بيأثر عليها مريم. رح تتعاقبوا كلكن، عم قلكن تركوني تركوني. على شو طالع صوتك؟ خلص هلأ ما عاد شي يفيدك أبدا. وليش الكلبشات؟ وين بدي أهرب أصلا؟ هي توصية غضن فرقاغة، قال إنه هالمرة ما بينوثق فيها وديروا بالكم منها. استنى، تعال حكيني شوي. إذا بتوافق تساعدني بعطيك نص الذهب اللي بملكه، وبعمرك ما بقى تحتاج لحدا. انتو سلطانات الأمير سليم الصغار وما بلي فيكن هالشي. نكشتوا لي الغرفة وعملتوها ملعب. مين اللي فتحت الصندوق تبعي؟ هي قالت لي افتحي بس أنا ما دخلني. أسمهان، أنا بعتذر منك ماما. وعديني إنه اللي صار ما رح يتكرر بنوب. بوعدك. يا بناتي الحلوين، انتو ولدتو سلطانات مو جواري. اوعكن تنسوا هاي الحقيقة أبدا، وخليكن دائما سلطانات بكل شي. رح يجي يوم يلي يصير فيه كلامكن أوامر، والكل رح يوطيلكن راسه، وبكلمة منكن ممكن تخلي أي شي يتغير. وبنظرة واحدة بس
فيكن تهزوا الأرض. وأقوى رجال الدولة العثمانية بنظرة بيصيروا عبيد وتوابع لكم. انتوا رح تكونوا أقوى مني. ليه حتى تكون أقوى مني؟ لأنك سلطانة من أول يوم بحياتك. دم العيلة الحاكمة عم يمشي بعروقك. وأوعكن تنسوا رح يجي يوم يكون في أبوكم ملك الكون، وأنتوا حتكونوا جنبه وتساعدوه بقوتكن وذكائكن وتعيشوا مجد السلطة والحكم. كونك سلطان وأب ما كنت بتمنى أشوفك محطوط بهالخيار الصعب. مع الأسف أخي سليم طول عمره بيعمل هالحركات، دايماً بيشتكي علينا وبيطالع إشاعات وبيحاول يهول الأمور. هو بيستمتع بهالتصرفات. أنا متأكدة بأنه عم يفتري على بيازيد بالرسالة يلي بعتها يا مولاي. بس أخوك يا مريم عم يجمع العسكر، وهي حقيقة مو تهمة ملفين له إياها. بس يا مولاي مثل ما بتعرفوا بالسنوات الأخيرة عداوتهم زادت، وبصراحة أنا احترت مع مين بدي صف بيناتهم. أنت بتعرف شو هو الصح، بس أكيد ما رح تصدر حكم بدون ما تتأكد من صحة الموضوع، ما هيك؟ احتمال أنه بيزيد يعمل هيك شي نسبته كبيرة يا مريم. بابا بترجاك أنه ما تصدق هالتهم الموجهة لأخي بيزيد. هلأ هو ممكن يكون ارتكب أغلاط، بس مستحيل يتمرد عليك. هالشي مستحيل، لأنه بيزيد بيفديك بروحه. يعني العاصفة قربت مو هيك؟ مخوفك هالشي؟ أنا ما في شي بيخوفني لما أكون جنبك. أساساً أنا عايشة هلأ بفضل عفوك، وبحمد ربي كل يوم إني لساتني عايشة. خوفي الوحيد هو الأمراء الصغار بس. لا تشغلي بالك، أنا كل معركتي بالأصل هي كرمال أولادي يا ديما، وكرمال أضمن مستقبلهم. مولانا شو رح يقرر؟ وشو رح يساوي؟ هون أصل الموضوع كله. بهالفترة كتير عم أذكر أخي المرحوم مصطفى، وهلأ صرت أفهمه. لو شو ما صار بيضل الولد مصر دائما يوثق بحب أبوه. هذا اللي مخوفني، إنه أبي ما يفهمني. طيب وإذا صار هالشي؟ في قول مشهور كان بيقول: لا تنحنوا أمام الظلم، ستفقدون حقكم أولاً وستفقدون شرفكم ثانياً. ولهيك حتى لو روحي كانت الثمن ما رح أنحني للظلم أبداً. راسي رح يضل مرفوع طالما الحق معي. هالطريق أنا رح أكمله. سليم عملها مرة تانية، ما بفوت فرصة ليشوه صورة بيزيد بعيون مولانا. أنا ما عم أفهم شو صاير له. معقول يكون الطمع بالعرش بشع لهالدرجة بيخلي الإخوة تتحول لوحوش؟ مولانا كان يقول عن سليم إنه شهم، بس للأسف تغير يا سنبل. سلطانة، أكيد يلي عمله سمو الأمير سليم مو مقبول أبداً، بس إذا كان يلي كتبه صحيح وإذا كان الأمير بيزيد مزبوط عم يجهز لتمرد على مولانا، فنحن شو رح نعمل؟ هالشي مستحيل يا سنبل. أنا متأكدة إنه بيزيد مستحيل يعمل هالشي. وبصراحة وأنا
طول عمره وفي ومخلص لمولانا السلطان، وكان يحاول يعمل أي شيء لحتى يكسب رضاه، بس ما كانت تزبط معه. كل ما يعمل شغلة منيحة بتقلب عليه بالعكس. ايه والله، وهذا الشيء تسبب له جروح كتيرة. ايه مزبوط، بيزيد بيحترم مولانا أكتر من أي شيء، ومستحيل إنه يتجرأ ويفكر بالعصيان. إن شاء الله إنه ما يقدروا يأسروا على مولانا ويتسببوا بإنه يتخذ قرار بلحظة غضب. إن شاء الله يا سلطان، إن شاء الله. إذا صار هالشي الدنيا كلها رح تقوم فوق روسنا. ربي يسر ولا تعسر، الله يجيب العواقب سليمة. اتخذ مولانا اي قرار ضد بيزيد رح وقف بوشه ورح امشي على الطريق اللي مشيته امي. مولاتي لا تتوتري، ان شاء الله بيكون قراره عادل وهالاحتمال ما بيكون وارد. سوكولو قرب لعندي. سلم هذا المكتوب لسمو الامير سليم باليد وتاكد انه قرا. امرك مولاي. سمير باشا تفضل لعندي. بتسلم هذا الأمير بيزيد باليد. أمرك يا مولاي. خليهم يقروا الكلام ويحللوه منيح، وانتو عملوا اللي عليكم وانصحوهم بالعقل والحكمة، ما بدكم توصاية. ادخل. مولاي، السلطانة مريم ناطرة الإذن لتشوفكن. خبرتها أنكن مشغولين باجتماع هلأ بس أصرت تدخل. تفضلوا أنتو، صار فيكن تمشوا. دخلها. مولاي، سمعت إنكم اتخذتوا قراركم بخصوص الأمراء، ولأنه أخواتي أمانة برقبتي، ممكن يا مولاي إنه تخبروني شو الحكم يلي قررتوه؟ كوالد وجهت لهم النصيحة الأخيرة، وكحاكم وجهت لهم التحذير الأخير، وهيك بكون أخليت مسؤوليتي تجاههم، وخاصة تجاه الأمير بيازيد يلي لازم ينتقل على أماسيا فوراً وبدون تأخير، وبعد هيك بيقدر الأمير سليم يتحرك على قونيا. رحمتكم دايماً بتستوعب الجميع يا مولاي، بس أنا في إلي طلب عندكم بصفتي أختهم،
بصفتي سلطانة. خير يا باشا، شو جايبك من وش الصباح؟ سوكولو محمد باشا وصل لعنا من شوي وجايب رسالة من مولانا السلطان. وليش هو اللي جابها؟ واضح انه مولانا اخذ رسالتك على محمل الجد، وبدل ساعي البريد العادي بعت لك واحد من وزرائه. بس انا اللي شاغل بالي شو هو الاجراء اللي اخده مولانا بحق الامير بيازيد. سموك لا تستعجل، رح نشوف. سمو الأمير، بقدم لك والي الأناضول جناب أحمد باشا، والي كهرمان فرحات باشا، والي أضنا بيري باشا. الباشاوات الثلاثة أنا بعرفهم كتير منيح من خلال المرحوم الأمير مصطفى. سمو الأمير، شوفتك هلأ والوقفة معك هي شرف كبير لألنا. الله يكرمكم بطول العمر سموك، نحن دمنا مرهون لكل أمير شجاع ومقدام مثلك. اجينا فورا لما عرفنا أنك طالبنا. تعيينكم على أماسيا بالنسبة لنا خبر كتير محزن سموك. احترام وحب البشوات الشجعان اللي مثلكم كنز كبير بالنسبة لأي أمير. رحتكم بالصورة. سمو الأمير سليم للأسف نسي الأخوة اللي بتربطني فيه وعمل كتير مؤامرات ضدي. أقنع محمد باشا ومصطفى باشا وجرهم لصفه وتحالفوا معه، ووصلت فيه الندالة إنه حاول يخلص مني. ربي يحميكم. الله يحفظكم. وإذا ما تحركت اليوم ووقفتوا عند حده وبسرعة رح يرجع يغدر فيني. أنا أعلنت الحرب وبدي تكونوا جنبي وقت اللي رح نتواجه معه. خلونا نتوحد مع بعض ضد عدونا الأمير سليم. أحمد باشا شو رأيك؟ سمو الأمير سليم ما عنده المؤهلات الكافية ليكون حاكم الدولة العالية، ونحن بنعرف هذا الشيء. وانت يا فرحات باشا شو رأيك؟ لصالح دولتنا ولمستقبل دولتنا العالية الحاكمة نحن بنعطيك كل الثقة، وبيسعدنا نرفع رايتك. عال، وانت شو رأيك يا بيري باشا؟ بس في سؤال شاغل فكري سموك، حربك ضد مين بالتحديد؟ يعني ضد الأمير سليم أو ضد مولانا السلطان؟ أنا أساس خلافي مع الأمير سليم وبس. يا بشوات، أنا قررت حارب الأمير سليم وبإذن الله رح انتصر، وبعرف أني بستاهل أوصل للعرش وكون خليفة لمولانا. يعني فينا نفهم أنه ما عندك أي نية تنزل جلالته عن العرش بالقوة؟ الله شاهد، ومن بعده أنتو، ما رح أرمي مولانا لو بسهم واحد طول ما أنا عايش. وفي معي الوزير رستم باشا، وكمان معي الوزير سمير باشا، واثنيناتهم مخلصين إلي. وإذا حبيتوا توقفوا بصفي مثلهم رح نقدر نحل المشكلة بدون ما نواجه جلالة السلطان. إن شاء الله. نحن ولائنا واحترامنا على طول لك يا سمو الأمير. مع هيك إذا سموك بتسمح لنا بلا ما نستعجل، أعطينا شوية وقت لحتى نتشاور فيه بهدوء، وبعدها منعطيك القرار النهائي. وأنا موافق، بس تذكروا منيح اللي بيوقف معي بالأيام الصعبة رح ينحجز مكان لإله جنبي بعد ما أوصل لغايتي. الحمد لله على السلامة يا محمد باشا، إن شاء الله تكون جايب لنا أخبار بتسر الخاطر وبتفرح القلب. إن شاء الله يا مصطفى، لهلأ كل شيء ماشي مثل ما بدنا وأكتر. كتير منيح، بس مع هيك طالما الأمير في مين عم ينافسه على كرسي العرش ما رح يهدى باله. نحن لازم نكون كتير حذرين. نحن رح نعمل كل جهدنا لحتى يوصل أميرنا للعرش، ولحتى نمحي أي منافس. أنا وياك يا مصطفى طولنا بالنا كتير ورضينا نبقى على الهامش، مع أنه كنا منستاهل مناصب كبيرة. هلأ رح يجي وقت توزيع الجوائز ودورنا بالأول.
هدول البشوات انت بتعرفهم منيح؟ توثق فيهم؟ ولا كمان ممكن يغدروا فينا؟ هدول البشوات سموك تعينوا من قبل مولانا شخصيا، ومثل ما بتعرفوا بالسياسة ما في شيء اسمه ولاء من القلب. المهم بهيك حالة هي قوتك، كل ما كنت قوي وقادر الناس بتتقرب لك وبتقدم لك الولاء. وقوتي مشكوك بأمره؟ حاشا، أنا بس عم ذكرك مو أكتر. الأمير مقياس قوته دعم البشوات وضم العسكر لصفه. أكيد مو كل العسكر معي، بس أكيد ما رح يوقفوا بوشي. وما تنسى إنه في معي بشوات الوزير الأعظم رستم باشا والوزير سمير باشا. بس أنا ما بوثق فيهم، ما بثق لا بسمير باشا ولا برستم باشا، ثقتي فيهم معدومة. ولا تنسى سموك إيديهم ملطخة بدم أخوك الأمير. وإذا كانوا أهل للثقة، وإذا دعموني وضلوا معي للآخر، وقتها بيكون حليفك النصر. سمو الأمير، إجا ضيوف من العاصمة. سمو الأمير، تعال يا سوكولو. بما أنك إجيت بنفسك فأكيد في أخبار مهمة. هاد آخر تحذير لحضرتك. مولانا عم يأمر سموك توقف كل شيء وتروح على أماسيا فوراً، وإذا ما نفذت رح يعتبر هالشي تمرد ورح تتاخد التدابير اللازمة. متوقع هالشي؟ لازم تشكر ربك يا سمو الأمير، مولانا كان عادل وتصرف برحمة كتير كبيرة، بعتني لحتى أنصحك وبعت سوكولو باشا لينصح الأمير سليم. سوكولو باشا أهدافه معروفة، فخلينا نسمع اللي بدك تقوله. بهاي الأيام لازم تكونوا هاديين وما تتصرفوا بعصبية، ولهيك أنا بقترح أنكم تنفذوا الأوامر وتروحوا على أماسيا فوراً من دون أي تأخير يا سمو الأمير. ورستم باشا يا ترى هيك رأيه؟ بينصحك ما تنفذ الشيء اللي براسك، لأنه مجرد مخالفة الأمر كافي لحتى يتدخل مولانا ضدكم ويدعم الأمير سليم، وهالشي بيعني أنه رح نفوت بحرب شاملة ونحن مو جاهزين يا سمو الأمير، وبالنتيجة رح تضعف الدولة العلية. تذكر شو صار وقت جدك المرحوم السلطان محمد خان. وقت يوصل مولانا رح تكون المعركة منتهية بموت سليم. هالشي مستحيل، لأنه سمو الأمير سليم ما رح يواجهكن، وقت رح يسمع الخبر رح يتراجع ورح يروح يتخبى تحت جناح مولانا. أكتر شي رح يعمله أنه يهرب على بورصة، وقتها رح يتدخل أسطول الرئيس تورغول الموجود بالمتوسط، يعني رح يكون بين نارين. أولاً وأخيراً مولانا رح يوصل، شو رح تعمل وقتها؟ رح أقسم له بولائي ونفذ أوامره وروح على أماسيا يا باشا، طبعاً كواريس وحيد. من الواضح أنه الموضوع محسوم عندك يا سمو الأمير، بس بتمنى تقدر السلطانة مريم أنها تقنعك وتغير لك رأيك بالموضوع. وشو علاقة السلطانة يا باشا؟ يا حراس، تصرفك صحيح يا سمو الأمير. طالما سمو الأمير بيزيد ما غادر ولايته، أنت ما فيك تغادر هالمكان أبداً. مولانا عم يطلب مني غادر هالمكان فوراً، وفوق هالشي مو مصدقني وعم يأمرني ما أتهم بيزيد بأمور مو مزبوطة. أنت بتعرف كتير منيح سوكولو، بيزيد عم يجمع جنوده ورح يقطع طريقي وقت أطلع من القصر. مولانا السلطان كان كل الفترة الماضية عم بيدعمك يا سمو الأمير. إذا حاول سمو الأمير بيهزيد يجي بجيشه باتجاهك، فجيوش مولانا رح توقف بوشه. وإذا تأخروا لوصلوا؟ كون مطمئن، لأنه سمو الأمير بيهزيد عم يخسر مؤيدينه يوم بعد يوم، وأركان الدولة يلي شايفين المستقبل واقفين خلفك يا سمو الأمير. رستم باشا مع مين واقف؟ واقف على الحياد،
وعم بيحاول يكون بعيد عن الموضوع. ما بيصير هيك شيء، لازم تخبره. إذا ما وقف بصفي فهو ضدي. أنت كيف بتخالف أوامر مولانا يا بيزيد؟ ليش لسه ما رحت على أماسيا؟ أنت بتعرفي أني كتير مظلوم بهالقرار يا مريم. ما رح أقبل أن نفي على هديك الولاية المشؤومة بسبب كذب سليم. أخي مصطفى طلع من أماسيا على موته، وما بدي يكون مصيري مثله. أنا فهمانة شو يعني أنك تروح على أماسيا، بس لو شو ما كان أنت ما بجوز تخالف أوامر مولانا بنوب. هذا الشيء اللي بده إياه سليم. سليم بده مولانا يقتلني بإيده حتى يرتاح، لأنه جبان وما بيقدر إنه يواجهني. سليم بعت رسالة لمولانا عم يشكيك فيها، كاتب فيها إنه عم تجمع جيش. لو تعرف قديش ضليت اقنع مولانا بإنه هالحكي هاد كله افتراء. بيزيد؟ لا، قلي إنه مو مزبوط هالحكي. أنت شو متوقعة يا مريم؟ إني ضل واقف وناطر الموت اللي عم يقرب مني يوم بعد يوم وما أمنعه؟ ما عم صدق ابنهم؟ شو نسيت الوعد يلي قطعته لأمي؟ أنا وفيت بوعودي كلها يا مريم، بس هن بتصرفاتهم وصلوني لهون وخلوا الموضوع إما نصر أو موت. طمنوا لا تقلق يا مولاي، إن شاء الله السلطانة مريم رح تقنع سمو الأمير بيزيد بتنفيذ أوامر حضرتك بأسرع وقت، ورح ترجع بأخبار منيحة. هذا اللي بتمناه يا رستم، حتى ما بدي فكر بعكس هذا الشيء أبداً، لأنه هي آخر فرصة بعطيها لبيزيد. حكمتكن رح تحل الموضوع يا مولاي، وما بتوقع سمو الأمير بيزيد يكون قصده يقود أي تمرد ضدكن يا مولاي لا سمح الله. مشكلته مع سمو الأمير سليم، وهي العداوة اللي بيناتهم رح تنتهي بأقرب وقت إن شاء الله. إن شاء الله. بترجاك تساعدي سمو الأمير بيزيد يا سلطانة، هو بيحبك وبيحترمك كتير سلطانة. من بعد وفاة المرحومة السلطانة هيام صرتي بالنسبة إله بمقامة. يلي عم يصير اليوم كله بسبب نوربانو، هي الشيطان يلي عم يلعب بعقل سمو الأمير سليم. وإنتي شو عملتي؟ كل الشغلات اللي صارت هون والحرب اللي على البواب، ما كلفتي حالك تخبريني بشي؟ والله خفت سلطانة، لأنه رسائل المبعوثة للقصر مو معروف شو مصيرها، ولو قروا أعدائنا هيك رسالة رح يكون سمو الأمير بيزيد بخطر كبير. إيه مزبوط، وللأسف يلي خفنا منه صار. الله يجيرنا ويجيب العواقب سليمة. نحنا لازم نطفي هالنار. أنا وياكي، فهمتي؟ واجبنا هلأ إقناع سمو الأمير بيزيد، لازم يوقف جمع الجيش ويروح على أماسيا. تتوقعوا السلطان سليمان رح يعفي عنه بهي الحالة ورح تنتهي كل المشاكل اللي واقع فيها سمو الأمير؟ ما في شي مضمون، بس هيك منكون هدينا الوضع شوي، ما هيك يا سنبول؟ معك حق بهالشي يا سلطانة، إن شاء الله روحة سمو الأمير بيزيد على أماسيا تخفف من غضب مولانا السلطان، لأنه إذا الإنسان شاف نار شاعلة لازم يبعد عنا لحتى ما يحترق فيها. أنا رح ساوي كل شي بيطلع بإيدي يا سلطانة، بس لا تنسي أبداً أني أنا جزء من هاي الحرب، وشو ما بيقرر سمو الأمير رح كون معه ورح أفدي بروحي كمان. ممتاز، لازم تضلي هيك عطول. إذا بلشت الحرب ما رح توقف. الشيء الوحيد يلي لازم نفكر فيه كيف نمنعها، عم تفهمي؟ ادخل. السلطانة نوربانو سموك. دخلها.
سليم، بعرف انك مزعوج بسبب هديك الخانم. السبب مو الخانم نور بانو، وانت بتعرفي هالشي كتير منيح. شو ما كان، المهم هلأ انه مو وقت النقاشات والزعل، بالعكس المفروض نكون سوا بهذا الوقت لحتى نحارب أعدائنا ونواجههم. سليم، مين أقرب وحدة إلك؟ ومين اللي كان واقف جنبك دائما؟ السلطانة مريم، لحتى تقنع الأمير بيزيد إنه يتراجع راحت على كوتاهيا. مريم مثل المرحومة أمي، عم بتحاول بكل الطرق لحتى تشوف بيزيد سلطان المستقبل. المرحومة السلطانة هيام كانت حتى وقت تزعل منك تحميك وتوقف جنبك يا سمو الأمير، بس السلطانة مريم ما لها هيك أبدا، رح توقف في صف أعدائنا، بس المهم إنه رستم باشا بصفنا. مو أكيد. كيف يعني؟ إذا مو معنا، لكن شو مستني لحتى تفضح علاقته بالسنيورا مينديس؟ شو رح نستفيد نور بانو؟ إذا رستم باشا انعزل من هالمنصب رح يستلم سمير باشا المعروف بدعمه لبيزيد. سمير باشا إذا فكر شوي رح يوقف في صفنا ورح يتخلى عن دعمه لبيزيد. مستحيل خاطر، وخاصة إنه الجيش الانكشاري رح يبقى محايد بسبب رستم باشا. إذا انعزل ما بعرف شو رح يعملوا. أكيد السلطانة مريم رح تقنعه. الأمير بيزيد رح يروح على أماسيا، وهيك رح يبعد عنا وعن العاصمة، ورح نخلص من مشاكله كلها. حتى لو مريم قدرت تقنع بيزيد ما رح تنتهي المشاكل أبدا. هو جرحني مرة وندم لأنه ما قتلني يومها، بده روحي، ومولانا السلطان هو الوحيد اللي بيقدر يمنعه. شو الأخبار يا فهد؟ شو عم يقولوا؟ رح يوقفوا بصف سمو الأمير بيزيد؟ الباشوات يا سمو الأمير خايفين بقدر إخلاصهم إلك، هنن مأيدينك، بس هنن خايفين من غضب مولانا السلطان. فوت بالموضوع دغري، رح يكونوا معي بالحرب ولا لا؟ طلبوا شوية وقت، رح يفكروا بالموضوع ويردونا جواب. أنا ما رح انتظرهم، ورح استمر بجمع الجنود وتجهيز الجيش. كتير منيح، من هون لحتى يبعتولنا جواب أكيد لازم نستمر بجمع الجنود. مو عارفاني كيف بدي هدي غضب بيزيد يا سنبل، على ما يبدو أنه مصر على الحرب. والله ما بعرف شو بدي إلك، بس لازم تشيلي هالأفكار السودة من بالك، وبنفس الوقت لازم نحسبها صح. يعني إذا قامت الحرب بين الأخوة لا سمح الله، وقتها لازم نكون عارفانين شو لازم نتصرف بالضبط يا سلطانة. لو أمي موجودة تعرف شو كانت رح تعمل؟ كانت أكيد رح توقف بوش مولانا السلطان، وكانت عملت أي شي بس لتحمي سمو الأمير. وأنا رح أعمل هالشي. يلي بده ياخد روح بيزيد لازم بالأول ياخد روحي أنا يا سنبل. إن شاء الله ما بيجي هذا اليوم ولا حتى بنشوفه أبداً. أخذت الذهب من المكان يلي قلت لك عنه. أنت إمتى رح تطالعني من هون؟ طلعك شو يا خانم؟
بتوقع انك وقت تموتي رح تطلعي. لك شو انت عم تضحك علي؟ اتفقنا تطالعني من هون مقابل الذهب. هي انا ما اخذت اي ذهب بنوب، ولا تعطليني. بعد عيونك عن الأمير سليم وسوكولو باشا أبداً يا غضنفر. بدي أعرف كل شي عم بيحكوا، حتى أدق التفاصيل لازم توصلني. أمنك يا سلطانة. حتى بعد موت السلطانة وهي عم توقعني بمشاكل مع الأمير سليم. إن شاء الله ما رح تتكرر هاي الحوادث من بعد اليوم يا سلطانة، وخاصة أنه فخرية ما عاد رح تزعجكم. جهزوا لي الحمام، تعبانة كتير ولازم ارتاح. أمرك مولاتي. وعدت السلطانة هي ما قتلك، وأخيراً إجا هذا اليوم ورح نفذ وعدي. أصحك يا فخرية، أصحك يا فخرية، إذا قتلتيني ما رح تطلعي من هون عايشة. رح نموت سوا يا خانم، وهلأ رح خلص عليك. مين بدك تروحي؟ أنا بإيدي رح أخذ روحك وأخلص منك يا نور بانو. أنا ما رح روح من هون قبل ما أتأكد إنك غيرت رأيك يا بيزيد. وجودك بقصري بيريحني كتير وبيسرني يا أختي، وبتمنى تضلي عندي. الماضي كتاب، يلي بيعرف يقرأ رح يكتشف أسرار المستقبل. نحن مرينا بظروف صعبة كتير، ومولانا لما بيشوف الخيانة ما بيرحم حدا بنوب حتى ولاده. أنا مستحيل أقدر أنسى الشيء اللي صار مع أخي المرحوم مصطفى. مولانا السلطان اندفنت روحه من بعد موت السلطانة، والله وحده بيعلم شو عم بيدور براسه. وعدني بيزيد، وعدني تروح أماسيا وتتجنب غضبه. أنا رح روح يا مريم، ما تقلقي. أنت عن جد بدك تروح؟ طالما إنه مولانا هيك بده، فأنا رح روح على أماسيا. حاسة في شي عم بيدور براسك؟ رح خبرك شو رح أعمل بالتفصيل، لأنه ما ضل حدا بالعيلة بوثق فيه غيرك أنت. الواضح أني
محتاج لشوية وقت. لشو؟ بأماسيا أنا رح أجمع جنود أكتر، وغير هيك أنا ناطر يوصلني جواب من البشوات، وإن شاء الله رح يكونوا جنبي، ولما يكبر ويقوى جيشي رح روح لعند سليم وخلص عليه. أخي فكر بحل تاني، ما في حل غيره؟ هذا الطريق ما عاد في منه رجعة يا مريم. مولانا وسليم ما رح يسامحوني أبداً، ورح يقطعوا راسي بأقرب فرصة. اسمعيني أختي، لا تخافي، أنا رح كون منيح. أنا هلأ ما عاد في حدا غيرك واقف جنبي. إذا ناوية تتخلي عني ومو حابة تكوني معي، فياريت تخبريني وتحطيني بالصورة. جهز جيشك وقوي منيح، وعمالي اللي لازم تعمله، وأنا بقسم لك رح كون معك بكل قوتي. أدخل باشا. شو في يا زال؟ سفن السنيورة مينديس وصلت على المينا من شوي. أنا متضايقة يا سنبل، لما أتخيل شو رح يصير بحس حالي رح أختنق. حتى لو شفت بعيوني ما كنت بصدق إنه بيزيد ممكن يعمل تمرد، بس كل شي بهالدنيا بيتغير. يبدو إنه بيزيد ما رح يتراجع عن لبراسه، والحرب رح تولع قريبا. أعوذ بالله، شو عم تقولي يا سلطانة؟ مولاتي شو رح تقولي لمولانا السلطان؟ والله إذا حدا خبره عن يلي عم بيصير بكوتاهيا مستحيل يقدر حدا يوقف بوشه حتى أنت يا سلطان. رح أقول إنه بيزيد رح يروح على أماسيا. انتبه يا سنبل، مولانا ما لازم يعرف بنوب إنه بيزيد عم يجمع الجيش. أنا ما رح تطلع مني ولا كلمة يا سلطانة. بوعدك بهالشي، بس أمير باشا بيعرف بوضع سمو الأمير بيزيد، وممكن إنه يخبر مولانا السلطان. لازم نضمن إنه ما يخبر مولانا بأي كلمة، وإنه يحفظ هذا السر جواته. سمير باشا رجل دولة ممتاز، وبيعرف منيح إنه ما في مكان للحياد بهالحرب هاي. بس المهم هلأ إنه نعرف هو مع مين. رستم بيوثق بسمير باشا، وأنا ما بتوقع إنه يوقف ضدنا. بس معك حق، لازم نحسب كل الاحتمالات، وهلأ من الضروري أحكي معه وأتأكد إنه مخلص إلنا واقف بصفنا. مزبوط يا سلطانة. سارة كانت مساعدتي، بس للأسف من فترة خسرت نتيجة حادث كتير بشع، وهلأ بدي منك إنك تقومي بهي الوظيفة عنا. مثل ما بتأمري سينيورة، إن شاء الله إنه ما بتحسي بغيابة. إن شاء الله يا خانم. سينيورا مينديز، أهلا وسهلا فيكي بقصرك، يعني وأخيرا رجعتي. رستم باشا، بترجاك تسامحني، اضطريت إني سافر من دون ما خبرك، كان عندي شوية شغل، صار فجأة وما قدرت إني أبعت لك خبر. وقت خبرتيني انك اكلتي على طاولة البابا، وقلتي لي عن الصداقة القوية اللي بتجمعك بالملك فرديناند، ظنيت انك رح تكوني مرة ذكية يا سنيورة، وطلعت غلطان، لانك طلعتي مرة عادية كتير وما عندك خبرة ابدا، وفضحتي علاقتك بالوزير الاعظم للدولة العثمانية، وما قدرتي تخبي هيك سر مهم جواتك ابدا. بترجاك تسامحني يا باشا، انا ما إلي علاقة بالموضوع، ابن اخي يوسف
خطف سمو الأمير سليم وهددني فيه يا باشا. أنت مين عم تحاولي تخدعي يا سنيورا؟ بعرف بكل شي صار. لما قتلوا الخانم اللي بتشتغل عندك ارتعبتي وما عرفتي شو تعملي، قمتي ورميتيني لسمو الأمير سليم ببساطة، وبسبب هذا التصرف كان ممكن إنه أخسر وظيفتي ومنصبي وحتى حياتي. سامحني بترجاك يا باشا، ما عرفت شو بدي أعمل بوقتها. سمو الأمير سليم أجبرني أعمل هالشي. والله أنا حبيتك يا باشا، والله حبيتك. خلينا ننسى كل شي صار، بترجاك سامحني بترجاك. اللي سويتي ما بينغفر يا سنيورا، غلطتي غلطة كبيرة كتير. اللعب بالنار مع السلطة مو سهل وخطير كتير، ومن اليوم ورايح أي غلطة وقد ما كانت صغيرة رح تكون آخر غلطة بحياتك. سلطانة، شوفي يا باشا ليش وقفتوا؟ نحن شوي ومنوصل على العاصمة، بس بالأول رح نمر على أسكودار. قبل ما نوصل على العاصمة اسمعني منيح شو رح أقلك. سمو الأمير بيزيد كان كتير مهم للسلطانة ومهم بالنسبة لإلي. أول ما نوصل على العاصمة رح نطمن مولانا بأنه بيزيد رح يروح أماسيا وأنه كل شي تمام. بس يا سلطانة، كيف رح نبرر جمعه للجنود؟ خاصة أن مولانا رح يسألنا عن هالشي. شفت شي بعيونك يا سمير باشا؟ أنا ما شفت. مو معقول نتهم سمو الأمير ونحن ما شفنا شي بعيوننا، ما هيك؟ حاشا، ومين بيتجرأ أصلا؟ أنا ما شفت شي وما سمعت شي. اتفقنا، هيك منصير بطرف واحد يا باشا. رح ندعم بيزيد، ثقتي فيك كبيرة، وإن شاء الله يا باشا تطلع قد ثقتي فيك. ادخل. احكي يا سوكولو. سمو الأمير سليم باعت لكم معي خالص احترامه وحبه لحضرتكم يا مولاي السلطان، بالإضافة كمان باعت لكم أخيولة هدية وبيتمنى أن تعجبكم يا مولاي السلطان. هلأ المهم إمتى هو ناوي يروح على قونيا؟ بأسرع وقت يا مولاي. سمو الأمير ما عنده نية أنه يخالف أوامركم، بس السبب الوحيد يلي مانعه من مغادرة ولايته هو أنه ما بده يواجه سمو الأمير بيزيد. إن شاء الله تكون الأخبار الجاية من كوتاهية منيحة وتنتهي هالقصة على خير. سلطانة، بما أنك مبتسمة فأكيد جايبتينا أخبار حلوة. مالي مصدقة إمتى شوف مولانا وخبره بالأخبار الحلوة. خبر مولانا اني طالب اشوفه. بتمنى تكون فكرت منيح باللي قلت لك يا. انا متأكدة انك ما رح تخيب لي املي فيك يا باشا.
وما عندي رغبة أفكر بعكس هيك. مولاي احكي يا مريم، شو الوضع؟ كل شيء مثل ما بدكن يا مولاي. بعد ما استقبلني بيزيد بقصره وعدني انه رح يروح على أماسيا بأقرب وقت ممكن. اذا فعلا بيزيد كان ناوي يروح، ليش بعده بكوتاهيا لهلا؟ في شوية أمور لساتها معلقة وحابب إنه يخلصها. ما حب يروح ويخلي مشاكل وراه بإمارة كوتاهيا يا مولاي. سمير باشا، أمرني يا مولاي. صحيح إنه الأمير بيزيد عم يجمع جنود ويشكل جيش؟ أنت شفت شي إشارة بتدل على هالموضوع؟ أنا دققت بالموضوع يا مولاي وسألت ناس كتير عن هالقصة. ما في دليل إنه سمو الأمير عم يجمع الجنود أو إنه ناوي يعمل أي شيء. من الواضح إنه مجرد إشاعة. فيك تروح. اسمعي يا مريم، اللي سمعته منك من شوي أنا مالي مصدقه. حكي لي الحقيقة أحسن ما تكبر القصة. أكيد يا مولاي أنا ما رح خبي عليك شي. بيزيد ما كان بده يروح أماسيا. قراركن هاد كتير ضايقه، عم يقول ليش اخترتوا له أماسيا من بين كل الولايات. بس أنا حكيت معه وأقنعته رح يروح، هو وعدني. إن شاء الله بيزيد يتعلم من هالشي اللي صار معه وينهي الخلاف اللي بينه وبين أخوه بأسرع وقت. مولاي للأسف أنتوا ما بتشوفوا غير تصرفاته السيئة، بس هو كتير منيح. سليم دائماً بيستفزه ليطالع أسوأ ما عنده يا مولاي، وبعدين بيجي وبيشكي لك عليه وكأنه هو خالي العيوب. مثل ما بتعرفوا المشروب يلي بفوتوا على قصره بيكفي لحاله، مع انه وعدك يتوب بس هو نكس بوعده. سليم عنده اخطاء كتيره وانا بعرفها، وانا رح اعمل كل جهدي لحتى يتخلص منها يا بنتي. بس اخطاء اخوك سليم كلها بتأذي سليم لحاله، بينما اخطاء بيزيد بتأذي له وبتأذي سليم، وحتى انها بتشكل خطر علي. هذا هو الفرق. كيف نوربانو هلأ؟ صارت أحسن والحمد لله يا سمو الأمير. سمو الأمير؟ من شوي إجاني خبر سمو الأمير بيزيد أخيراً توجه على ولاية أماسيا. نشكر الله. برأيك شو معنات هذا الشيء يا باشا؟ معقول بيزيد وقف عن جمع الجنود وشال من راسه فكرة الحرب؟ هالشي مستحيل يا سمو الأمير. أنا بعرف سمو الأمير بيزيد منيح، وقت يحط شي براسه رح يعمله. يعني عم بيحاول يكسب وقت؟ محتمل يا سمو الأمير، لكن روحته على أماسيا رح تكون لمصلحتنا بكل الأحوال. ما عاد في شي بيخوف، صار فينا ننطلق على قونيا بأي وقت بتأمروا فيه حضرتكم. يا خانوم خدي الولد على غرفته. شو اللي عم بيصير يا مريم؟ كيف قبل سمو الأمير بيزيد إنه يروح على أماسيا؟ فهم إنه مخالفة أوامر مولانا السلطان ما رح تفيده بنوب، يعني تراجع عن التمرد.
لا ما تراجع، لساته عم يجمع الجيش. في سبب واحد خلاه يقبل يروح على أماسيا، هو إنه يكسب وقت، لأنه الحرب أكيدة. بس مولانا إذا عرف ما رح يسكت أبدا يا مريم، كيف بتكذبي عليه؟ بعد ما ينتصر بيزيد ما رح يضل هالشي معنا بنوب، ثقتي بأخي كبيرة. هو ناوي إنه يتفق مع سادة الأناضول وكرمان وأضنا، وبفضل مساندتهم أكيد رح يتفوق على سليم. إذا صار هالشي رح نكون كلياتنا بخطر، لازم نعرف بصف مين رح نوقف. شو عم تقول يا رستم؟ نحن محددين موقفنا من زمان، نحن كنا دايما ندعم بيزيد ورح نضل واقفين معه. انت غلطت كتير بإعلان موقفك من هلأ يا مريم. نحن واجبنا منع هاي الحرب بأي طريقة وحماية سمو الأمير بيزيد ومساعدته لحتى يوصل للعرش. كونك بمنصب كبير بالدولة يا رستم، يبقى أكيد بتعرف إنه السيف لما ينسحب من غمده ما بيرجع إلا ليتلوت بالدم. ما رح يتركوه بحاله، سليم رح يهاجمه بأول فرصة، لأنه الغدر بطبعه. رستم، أنت قطعت وعد للسلطانة وأقسمت على القرآن إنك تحمي بيزيد حتى لو كان الثمن حياتك. لا تنسى هالشي أبداً. الحمد لله على سلامتك. شكرا. يشهد علي ربي، رح حاول امنع نشوب الحرب بين الامراء يا سلطانة، ورح احميهم من غضب مولانا السلطان سليمان. رح اعمل كل يلي بقدر عليه كرمالهم. بوعدك. محمود اغا، مرني يا باشا. بعت ورا القاضي روملي، في شوية امور بدي استشيره بخصوصها. اللهم اجعله خير يا باشا. شو القصة؟ بخصوصي أنا يا محمود آغا، الوعود يلي وعدتها وبقايا الماضي والناس يلي وثقت فيهم والأمور يلي آمنت فيها ودافعت عنها والمستقبل. نحن ما لازم نضيع وقت بنوب يا فهد. خلي الشاويش حسين يروح على الولايات القريبة ويعطيهم خبر ويقلن رح نستقبل أي شخص بده يحارب بصفي. وانت روح شوف البشوات، انتهت المهلة اللي اخدوها. لازم نعرف مين رح يوقف بصفنا لحتى نستعد، والجيش لازم يجهز بأسرع وقت. بأمر سموك. سمو الأمير، حتى لو ما بدك هالشي بس أكيد رح يصير، مثل ما صار مع أخوك. انت هلا منافسك مو الأمير سليم وبس، السلطان سليمان كمان. انتبه لهالشي، لازم تكون دائما حذر ولا تثق بحدا لو شو ما صار. السلطان بيتصرف كحاكم وما بيتذكر انه اب الا بعد ما توقع المصيبة. تذكر هالكلام هاد دائما. قصدك انه ما اعمل مثل اخي المرحوم مصطفى وروح برجلي على الموت؟ احيانا تغيير الماضي بيكون مستحيل، لكن احيانا بفكر وبقول وين كان الغلط يلي غير قدرنا. آخ الله يرحمك يا سمو الأمير، كان صاحب وجدان وضمير، كان لازم إنه يعلن عصيانه من أول ما انتقل على أماسيا. مثلك تماما، لو عملها كان ممكن يتغير كل شيء. بس هلأ لازم نتعلم من دروس الماضي. أنت هلأ أكيد يلي رح تطلع منتصر من هالحرب. مثل ما بتكون طبيعة الإنسان بيكون قدره يا فهد.
أنا من لما كنت صغير كنت أقول الحق وما خاف أبداً، ولو شو ما كان قدري أنا مستعد واجهه بشجاعة. الله يساعدنا ويقوينا. آمين. حضرة القاضي المحترم، أنا بصراحة حابب كتير استفيد من علمك ومعرفتك الكبيرة، وفي موضوع كتير مهم بدي استشيرك بخصوصه. هذا لطف منك يا باشا. امرني بشو بقدر أنا أخدمك يا باشا. يعني إذا الواحد حط إيده على القرآن الكريم وأقسم، وبعدين هذا الشخص نقض باليمين اللي حلفه وكان هذا الشيء فوق إرادته، بيقدر يكفر عن ذنبه؟ أولاً المفروض إنه هالعبد هذا يتوب يا باشا، الله بيحب التوابين وربنا بيسامحهم وبيغفر لهم يا باشا. يعني التوبة لحالها كافية يا حضرة القاضي؟ كافية يا باشا كافية، بس لازم هالرجال المؤمن اللي ارتكب هالذنب هاد يتصدق بنسبة من أملاكه لوجه الله، لازم يساعد الفقراء والأيتام والأرامل والناس اللي بحاجة لهالشي، وقدر الإمكان يساعد الناس المحتاجة. أنا تعودت على قونيا بسرعة، هالولاية مو بعيدة عن العاصمة كتير. هلأ صار بيننا وبين سمو الأمير بيزيد جبال ووديان. بالأول لما كنا بساروهان كنت خاف إنه في إشي يوم نلاقيه مهاجمنا، بس هلأ ارتاح قلبي. ما بتوقع بعد المسافات رح تمناوعنا. ثلاثمية جندي انضموا اليوم لقواتنا يا سمو الأمير. رح نحسب الزيادة بالمصاريف والأكل واللباس ونتابع التجنيد. إجا الفهد. سمو الأمير، إن شاء الله تكون جايب معك أخبار منيحة يا فهد. بس ثلاث بشوات قبلوا أنهم يساعدونا، رح يكون 20,000 جندي تحت أمرك يا سمو الأمير. أخيراً جيش سليم مستحيل أنه يوقف بوجنا يا فهد، صار نصرنا قريب إن شاء الله. بعت هالصندوق هاد للمعمرجي سنان وطلب منه يبني جامع باسمي، خليه يختار قطعة أرض من عندي ويبني عليها. كتير منيح يا باشا، صار لازم تعمل شي باسمك لحتى تذكرك الأجيال الجاية. خبر سنان آغا كمان إنه ما يأكل هم التكاليف بنوب، أنا بدي هذا الجامع يكون أثر لمئات السنين من بعدي. وهذا الصندوق بتاخده لجمعية السلطانة هيام وبتخليون يوزعوه للأيتام والفقراء والمحتاجين ولكل واحد بيحتاج للمساعدة. خير إن شاء الله رستم باشا. شو مناسبة هذا الشيء؟ أنا ما رح أقدر أخذ هذا المال معي على الآخرة يا محمود آغا، أنت عمل يلي قلت لك عليه.
مولاي، إذا بتسمح لي بدي أفتح الشبابيك، خلي ضوء الشمس يفوت. حزنك كبير كتير وأنا مقدرته، بس حضرتك بتكون سلطان العالم كله يا مولاي، وما بصير تستسلم للحزن بهالطريقة. ألفت خانم، خير إن شاء الله؟ مبين عليكي مزعوجة كتير. شوفي صحة مولانا السلطان بخير إن شاء الله؟ حال مولانا مو منيحة بنوب يا سنبل، وما ميرضى يحكي مع حدا، وبصراحة أنا ماني مطمنة أبداً لهالوضع، خايف يصير له شي لمولانا. لا سمح الله، لا تقولي هيك ألفت خانم. أنا كنت متوقع أنه بعد الأخبار الحلوة اللي جابتها السلطانة مريم من كوتاهيا إنه يكون مبسوط، بس ما في فايدة، ما تغير شي، قلبه لساته ما برد، وأنا حاسة إنه في شي شاغل باله كمان، هالشي واضح. أنتو مو مخبيين عني شي صح سنبل؟ حاشا يا ألفت خانم، أنت ليش عم تقولي هيك؟ الشي اللي قالته سلطانة مريم مزبوط، سمو الأمير بيزيد مستحيل يفكر مجرد تفكير بمخالفة أوامر مولانا السلطان. مولانا بيكون الآن بسبب الشيء اللي صار بالماضي بينه وبين سمو الأمير بيزيد يا ألفت خانم، بس إن شاء الله مع الأيام هالشكوك اللي براس مولانا رح تختفي وترجع المي لمجاريها. إن شاء الله. بتمنى أنه سمو الأمير ما ينجر ورا تهوره ويعمل شيء يغضب مولانا. ألفت خانم، أنت بتعرفي طبيعة سمو الأمير بيزيد، أي تصرف صغير ممكن يخليه عصب، بس إذا صار هالشيء وسمو الأمير ارتكب أي غلطة، وقتها كلنا رح ندفع ثمن هالغلطة وما حدا فينا رح ينفد، ما هيك يا ألفت خانم؟ مزبوط كلامك، معك حق، وأنا كرمال مصلحة سمو الأمير مستعدة أعمل أي شيء بدون حتى ما أفكر. الدولة العثمانية فقدت أمير شجاع من قبل يا سنبل، ومستحيل اسمح لها الشيء يتكرر بنوب. أكيد يا ألفت خانم. اسمعوا يا أمراء الغاليين، أنتوا أكبر كنز بملكوا بحياتي كلها. نحن منتمنى أنه نكون عند حسن ظنك يا سمو الأمير. إن شاء الله بتكبروا وبتصيروا تعرفوا قيمة رابط الأخوة المتين اللي بيجمعكن. أنا بتمنى أنه تكون علاقتكن مثل ما كانت علاقتي بإخواتي مصطفى وجهانجير. أورهان، أنت هلأ سيد على ولاية والناس عم يحمدوا فيك. وأنا أمتى رح روح على ولايتي بابا؟ أنت رح يجي لك وقت يا بطلي، مثل ما بتعرفوا أنا عم بجمع الجنود لحتى كون جيش، لما يكتمل الجيش رح انطلق لقاتل الأمير سليم، وإن شاء الله النصر يكون حليفنا بهالمعركة هي. إن شاء الله يا سمو الأمير. أنا بولايتي في 1000 جندي، وأنا وجنودي حابين نكون معك يا سمو الأمير. وأنا رح أجي معك يا سمو الأمير. هدول هني أبطالي، إن شاء الله بالمستقبل رح نحمل سيوفنا سوا ونطلع غزوات، لكن بهالحرب رح كون لحالي. أنت رح ترجع على ولايتك، وأنت رح تضل هون مع أخواتك،
ومهمتك إنه تحميهم. سمو الأمير، إخواتي لساتهم صغار على الحرب، أما أنا صرت كبير ومستحيل أتركك تحارب لحالك كرمال مستقبلنا، ولهالسبب اسمح لي إجي معك. بدك توعدني إنه ما تخاطر بحياتك بنوب وتنفذ اللي عم قوله. بوعدك. هدول 500 قطعة بالتمام والكمال يا مولاتي، والله منقدر نشتري نص أسكدار بهالذهب هاد. مو مشكلة، لازم أخي بيزيد يحس إني واقفة معه. أنا بعرف إنه بحاجة هالذهب هاد. بعتوهن مع رجال منوثق فيهن لأماسيا، وتأكدوا إنه بيزيد هو شخصياً استلمون. تحت أمرك يا سلطانة. إن شاء الله ما أكون عم أزعج روح أمي بهالأعمال هي. ما كنت حابة يا سنبل إنه يصير حرب بين إخواتي. سمو الأمير سليم ما ترك لنا خيار تاني غير الحرب مع الأسف يا مولاتي. بعدين المرحومة السلطانة وهي أم لو انحطت بهذا الموقف كانت رح تساند الأمير بيزيد. أدخل. باشا، أنا قابلت غراسيا مينديس وخبرتني إنك زرتها. غراسيا مينديس وابن أخوه يوسف نصري هلأ صاروا تحت حماية سمو الأمير سليم شخصياً يا باشا. وبالإضافة أنت بتعرف إنه مولانا السلطان مهتم بموضوع السنيورة مينديس، وإذا بيصير شيء للسنيورة أو لابن أخوه يوسف نصري وقتها رح تدفع الثمن غالي. أنا ما عندي مشاكل مع السنيورة بنوبيا سوكولو، مشكلتي معك أنت. إمتى رح تبطل تتدخل بأمور ما بتعني لك وتدحش أنفك بكل شيء؟ أنا بدي مصلحتك يا باشا. مين يلي وكلك تهتم بمصلحتي يا بني آدم؟ يلا اطلع. حكيت مع الباشوات يا سمو الأمير، رح يكونوا بالمكان اللي بتحدده أول ما بتبعت لهم خبر، وهيك بيكون وصل عدد جيشنا للخمسين ألف جندي تقريبا مع جنود الولاية والمتطوعين. ممتاز. وقت نروح على قونيا لازم الأرض تهز تحت رجلينا، وجيش الأمير سليم لازم يركع قدام سيوفنا. إن شاء الله يا سمو الأمير. في شي أخبار عن سليم؟ سمعت أنه عم يجمع الجنود للاحتياط، بس شو ما عمل ما رح يقدر يجمع جيش بقوة جيشنا بنوب. إن شاء الله تمشي الأمور حسب خطتنا. سمو الأمير بيزيد جمع جنود وأسس جيش ورح يتوجه ليقاتل سمو الأمير سليم. سمو الأمير بيزيد يتحرك يا باشا، وأكيد بيكون محمد باشا عرف، ونحن ما فينا نخبي الخبر عن مولانا. شو الحل يا باشا؟ نحن لازم نعمل شيء. ونحن شو بيطلع بإيدنا هلأ يا سمير باشا؟ الحرب بين الأمراء رح تبلش، ومهما حاولنا ما رح نقدر نوقفها.
مولانا هو اللي بيقرر شو لازم نعمل. ادخل. سمعت الأخبار يلي إجت من أماسيا يا رستم باشا؟ ادخل. مولاي، رستم باشا وسمير باشا ومحمد باشا على الباب وعم بيقولوا انه الموضوع كتير ضروري. خلي هون يفوتوا. مولاي، شو في يا رستم باشا؟ في اخبار من اماسيا. سمو الأمير بيزيد عم يجمع جنود، وكمان في أسياد عم يدعموه. سمو الأمير بيزيد على وشك ينطلق على قونيا. شو عم تقول يا رستم؟ جنود شو؟ مين هن الأسياد اللي داعمينه؟ في سيد أسياد الأناضول أحمد باشا، وسيد أسياد كرمان فرحات باشا، وسيد أسياد أضنا بيري باشا. هنن رح يبعتوا قوات تساندو. شو رأيك باللي عم بيقوله يا سمير باشا؟ مولاي، أنا وقت كنت بزيارة لكوتاهيا ما كان سمو الأمير بيزيد عم يجمع جنود، بس على الأغلب وبعد ما رجعت بلش يجمع الجنود يا مولانا. أنت تأكدت من هالمعلومات يا رستم؟ مع الأسف يا مولاي، أنا تأكدت من المعلومات. وهلأ يا مولانا بشو بتأمرنا؟ للأسف سمو الأمير بيزيد استنفذ كل الفرص اللي أعطيته إياها. رح يحصل على الحرب اللي بده إياها، أنتوا فيكن تروحوا. يا رب ليش عم تختبرني بولادي مرة تانية؟ لازم نبعت رسائل فوراً للأسياد يلي عم يدعموا سموه الأمير بيزيد. بس يا باشا، هالرسائل رح تكون بمثابة فرمان موت سموه. نحن أقسمنا بالولاء لمولانا السلطان يا سمير باشا، وسموه الأمير بيزيد بالشي اللي عم يعمله ما عم يهدد الأمير سليم وبس، هو عم يهدد مولانا السلطان كمان. يعني ما رح نقدر نساعده بشي، وما حدا في ساندو. وانت بتعرف يا سمير باشا عاقبت أي تمرد. نحن لهون وانتهى دورنا. سلطانة، الذهب يلي بعتيه لسمو الأمير بيزيد رح يوصل اليوم أو بكرة بالكتير إن شاء الله. إن شاء الله يا سنبل. كل ما قرب هاليوم بنزعج كتير، بحس حالي عم اختنق. قد ما كانت العلاقة بيني وبين سليم متوترة، ما كنت بتمنى الأمور توصل لهون. مين فينا كان بده هذا الشي يصير؟ بس مو بإيدنا. سلطانة، بالإذن منك يا سلطانة، في شي أخبار عن بيزيد؟ لا، ما في شي مهم. حابب كون بهالفترة قريب منك ومن الأولاد. شو رأيك ننسى الماضي؟ Thank you.
خير فيك شي؟ ضو الشموع. الله أكبر، شو هالعتمة هاي؟ جيبوا شموع أكثر، تحركوا شبكون. أبو سعود أفندي، أنت تعلم مقدار ثقتي بك. لا اللسان يريد الكلام ولا اليد تريد الكتابة، لكنه مستقبل دولتي، ومن أجل صالح الرعايا وسعادتهم أنا الآن مجبر على اتخاذ قرار سريع. إن الله سبحانه وتعالى يمتحنني بولد آخر من أولادي. الأمير بايزيد تمادى حتى تجاوز حكمي ووجودي وعصى أوامري وقام بتجهيز جيش، وهو الآن يتحرك نحو أخيه الأمير سليم. احترامي لك أبدي، وثقتي بمعرفتك وعلمك تامة. فأخبرني، بخيانة مثل هذه ماذا يتوجب علي أن أفعل شرعا بالأمير بايزيد الذي عصاني وتجاهلني ويهدد دولتي؟ اتركنا لحالنا يا لقمان. السلطانة كانت عاملة حساب هذا اليوم. السلطانة كانت تحبك كتير يا بايزيد، وهالدرع أكيد رح يحميك. أنا وحياتك رح أرجع، بوعدك بهالشي. أنا طولت لحتى لقيتك وما بدي أخسرك أبدا. مستحيل اسمح لأي قوة تبعدني عنك وعن ولادي. هاي الرسالة بعتها أبو سعود أفندي، وفيها جواب على سؤال مولانا السلطان. Thank you.
مولاي السلطان سليمان، لقد فكرت كثيرا بجواب سؤالك وراجعته مرارا وتكرارا، وبحثت عنه في كتب الفقه والشريعة والكتب العلمية أيضا. بحثت عن حلول أخرى بالرغم من معرفة الجواب، ولكن للأسف لم أجد. سمو الأمير بيزيد عصى أوامرك ولم يلتزم بقراراتك وجمع الجند وتحرك بجيشه نحو أخيك، وهذا تهديد علني للدولة العليا ولسلطانها وشعبها ومستقبلها، وعصيان واضح. ومن قام بهذا التهديد هو الأمير بيزيد. لقد أعلن بفعلته أنه تائه عن طريق الحق وأمير غافل ومتمرد. والأمير الذي يفعل مثل هذا من وجهة نظر القانون والشرع يجب أن يقتل. جنودي، يا فرساني، وقت الحرب اجا. نحن هلا رح نتجه على قونيا. سادة الأناضول وكرمان وكمان سادة أضنا رح يكونوا صافين بصفنا كلياتهم، ورح يساندونا ويدعمونا بهالحرب هاي. نحن رح نمشي على طريق من نار. هالحرب هي حرب المظلومين بمواجهة الظلم ومواجهة الظلام. رح نطلب من الله يحمينا وينصرنا على أعدائنا. جهزوا 5000 جندي من الجيش الانكشاري و 3000 فارس. في شي أخبار جديدة عن البشوات اللي رح يدعموا الأمير سليم ويقضوا على التمرد؟ أنا بعثت لهم رسائل بناء على أوامركم، وطلبت منهم يوقفوا بصف الأمير سليم ويساعدوه حتى يقضي على التمرد، وإن شاء الله رح ينفذوا أوامركم بحذافيرها يا مولاي. إن شاء الله. إذا ما رضخوا لأوامري وما نفذوها رح أعاقبهم عقاب شديد. سوكولو مولاي، انت رح تكون قائد الجيش، جهز حالك فورا وانطلق باتجاه قونيا. انا سلمت قيادة جيش الامير سليم. بامركم يا مولاي. فيك تروح تجهز حالك. We'll be right back.
ادخل. دخيلك يا ربي، الله يجيب العوائب سليمة. ادخل. سمو الأمير، مصيبة يا سمو الأمير. سمو الأمير بيزيد هو بطريقه على قونيا. كنت عارفان إنه بيزيد رح يتجرأ ويهاجمنا. خلي كل الجنود يستعدوا فورا يا باشا. قديش تقريبا عدد جنودنا؟ العدد قليل كتير. يبدو إنه الأمير بيزيد جمع عدد كبير من الجنود، وإلا ما كان هاجمنا. الظروف مو لصالحنا بنوب يا سمو الأمير. مولانا عنده علم بهالشي ما هيك؟ وأكيد رح يوقف معنا. هاد أملنا الوحيد مولاتي. أكيد بيكون وصلوا الخبر، وأنا رح أرجع أبعت لهم خبر، وإن شاء الله يوصل الدعم بالوقت المناسب. بعت ورا الأمير مراد، رح يكون هو وجنود ولايته معنا ويساندونا. بترجاك لا تساوي هيك يا سليم، لا تدخل الأمير مراد بهالشي. إذا بيصير لشي بتتوقعي إنه رح يتركوا عايش؟ أنت أكتر حدا بيعرف، حياتكن مرتبطة بحياتي. سلطانة، سلطانة، الله يجيرنا يا سلطانة. الحرب بين الأخوة بلشت يا سلطانة، بلشت. أمي كانت متخيلة إنه هالدرع رح يحميني من بيزيد. ادخل. أهلين يا نمر. حبيب قلبي مراد، أنا ما كان بدي إياك تروح، بس ما في قدامنا حل تاني. أنا لازم أروح يا سلطانة، ما بقدر أترك بابا لحاله أبدا، وأكيد قدر بابا هو نفسه قدري، ولازم نقضي على عمي بيزيد. الوضع كتير سيء يا باشا، ظاهر إنه هالحرب ما في مهرب منها. سلطانة؟ رستم، صحيح يا اللي سمعته؟ قال الحرب بين سليم وبيزيد رح تبلش. صحيح يا سلطانة، سمو الأمير بيزيد انطلق مع جيشه باتجاه سمو الأمير سليم. بيزيد مقاتل قوي وشجاع كتير، وقال له مدة عم يجمع الجيش، وقال لي إنه في ناس رح يساندوه، أكيد في ناس كتير رح يدعموه. بيزيد اللي رح ينتصر، ما هيك؟ إن شاء الله يا مريم، الله يقدم اللي فيه الخير.
شو بدك تخبرني يا باشا؟ الموضوع خطير سلطانة. يلا احكي. رستم باشا تآمر على الأمير بيزيد وخانه ومنع البشوات والأسياد إنهم يدعموه، ومعنات هالشي يا سلطانة إنه رستم باشا هلأ صار بصف الأمير سليم. لا مستحيل، رستم الخاين. سلطانة عفوا، رستم باشا مشغول هلا. بعد من وشي سلطانة. يا خاين يا حقير، كيف بتعمل هيك؟ كيف بتعمل هيك شيء ببيزيد؟ انت واحد خاين وحقير. اهدي يا مريم. بعد عني مريم. يا خاين، هذا كان الحل الوحيد يا مريم. من وقت ما توفت السلطانة قدر الأمير بيزيد اتضح وانكتب عليه انه يخسر. انت واحد خاين، كان فيك تساعده وتدعمه، بس انت تخليت عنه وخذته. خلاص يا مريم، ما بقى في فايدة ابدا شو ما عملنا. مولانا السلطان اعتبره أمير متمرد، وهو بذاته قرر يعاقبه، حتى أنه سأل المفتي بخصوص قتل الأمير بيزيد. خلاص انتهى كل شيء يا مريم. بيزيد اهدي اهدي. سمو الأمير عدد كتير كبير. عددهم قليل يا سمو الأمير، مع دعم البشوات رح نتفوق عليهم كتير. وين صاروا هلا؟ على حسب حكي المراسلين قربوا يوصلوا. سلطانة عطي خبر لمولانا أني بدي شوفه، بدي يشرح لي كيف طلع فتوى بقتل ابنه وكيف قلبه طاوعه على هالشي. مو هلا يا سلطانة. بعد من وشي مولانا. مولانا ماله هون. سلطانتي بتمنى تسامحيني.
Oh,